أخبار اليوم. ولد الفنان فاخر فاخر في 3 مارس عام 1912 بمحافظة أسيوط، وهو والد الفنانة هالة فاخر. تميز بأداء أدوار الشر ونجح أيضا في أداء الأدوار الطيبة. رفضت أسرته أن يعمل بالتمثيل في بداية حياته، ثم اكتشفه الفنان أحمد علام فدفع به للعمل في مسرح رمسيس. قدم العديد من المسرحيات، منها شجرة الدر وعرام لص، في بيتنا رجل، المحروسة وغيرها. ثم اتجه إلى السينما بعد أن قدم استقالته من فرقة رمسيس، ليقطع مسيرة حافلة من الأفلام، منها المماليك، البؤساء، اليتيمتان، البيت الكبير، رصيف نمرة 5، الخطايا وغيرهم. تنوعت أدوار الفنان فاخر فاخر بين أدوار الرجل الطيب والرجل الشرير، وقد ورث الفن في دماء أبنائه، فظهرت تلك الموهبة في ابنته الفنانة هالة فاخر لكي تستكمل مسيرة والدها الفنانة. في مثل هذا اليوم عام 1962 رحل عن عالمنا الفنان فاخر فاخر عن عمر ناهز 50 عاما. رحم الله الفنان فاخر فاخر صاحب الأصول السعودية والملقب بوكيل نيابة السينما المصرية.